صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله في باب ما يقول المصلي على الجنازة. وبليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء النبي، صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وبليه قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وبليه قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن أبي بيضاء إلا في المسجد. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. باب جامع الصلاة على الجنائز. اللهم صل أفضل صلاتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته. وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز. وآخر ما تقدم معنا
صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الجارية التي كانت تقوم المسجد وقد أمرهم أن يشعروه إذا توفيت بعد أن عادها وهي مريضة، فتوفيت بليل فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها ودفنوها، فلما أخبروه قال ألم أقول لكم أذنوني؟ قالوا كان ذلك بليل وكرهنا أن نوقظك. وأن نخرجك بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فخرج فصفها صف بالناس وصلى على قبرها وكبر 4 تكبيرات صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مسائل تقدمت الإشارة إلى بعضها، فيه الخروج بالجنازة في الليل، وفيه أن امتثال أمر الأمير أو الحاكم أو الشيخ إذا كان تركه لأجل التعظيم ولجلال لشانه لا يؤاخذ عليه صاحبه، وبذلك لم يؤاخذهم صلى الله عليه وسلم، وكان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإنما إذا كان في المسألة تضييع لشيء من أوامر الله فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه الصلاة أيضا على القبر، الصلاة على القبر وهي عند الشافعية وعند الحنفية إذا جاء الرجل وقد صلي على الجنازة هل يصلي عليها أم لا؟ ورأى الحنفية أنه إذا قد صلي عليها فلا يصلى عليها بعد ذلك، ومن جاء بعد أن صلي عليها فيدعو من دون صلاة، وهكذا يمتد الخلاف من البداية في من جاء مسبوقا والإمام يصلي صلاة الجنازة، فإذا جاء وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى لم يكن حاضرا، فيقول أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر تكبيرة أخرى فيكبر معه، ثم إذا سلم قضى ما فاته من التكبير، إن كان يخاف رفع الجنازة لم يدعو بين التكبيرات ولكن كبر نسقا حتى يدرك الجنازة قبل رفعها، فإنه عندهم لا يصح الصلاة على الجنازة إلا بعد وضعها على الأرض، فلا يصح وهي على أكتاف الرجال، ولم يشترط الشافعية إلا أن تكون الجنازة أمامه إلى جهة القبلة فيكفي سواء كانت محمولة أو غير محمولة، ولا يشترط أن تكون موجودة أمامه إلى جهة القبلة إلا وقت تكبيرته للإحرام بصلاة الجنازة، فإذا كبر محرما بصلاة الجنازة والجنازة موجودة بينه وبين القبلة كفاه ذلك وصحت صلاته، وإن حملت الجنازة بعد ذلك أو ذهبت واتجهت وهو قد كبر تكبيرة الإحرام فيكمل تكبيراته والدعاء بينها على ما هو مشروع من دون أن ينقص شيئا ولا أن يحذف شيئا. وعلى الحنفية يكمل التكبير ما دامت على الأرض، فإذا حملت تبطل صلاته إلا إن كانت في قول عندهم إلى الأرض أقرب
وإن كانت إلى أكتاف الرجال أقرب بطلت. وقيل ما لم تصل إلى أكتاف الرجال فيصح التكبير بعد ذلك، فعندما يقضي التكبير والجنازة في مكانها. وكذلك عندهم لا يجوز إدخالها إلى المسجد فتكون خارج المسجد. وقال غيرهم بجواز دخول الجنازة إلى المسجد. ثم هذا في عند الـ عند الـ عند التكبير. كذلك يقول المالكية إذا جاء الإمام في أثناء الصلاة يشتغلون بالدعاء ونحوه، فينتظر التكبير إلى أن يكبر الإمام تكبيرا فيكبر معه. ولكن قالوا إن كبر ولم ينتظر صحت صلاته، إلا أن هذه التكبيرة لا تحتسب له من الأربع. هذا كلام المالكية. فيقول إذا سلم الإمام قضى ما فاته من التكبير، سواء رفعت الجنازة فورا أو بقيت. إلا أنهم قالوا إذا بقيت الجنازة دعا بينه، وإذا رفعت واصل بين التكبيرات وسلم. وهكذا علمنا قول الشافعية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أنه لا يفوت على الماموم شيء فيكبر، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر، بل يكبر والإمام في دعائه. فإذا كبر حسبت هذه التكبيرة إحدى الأربع، وكانت له تكبيرة إحرام، ويدعو الأدعية الواردة بين، إلا أنه إن أدرك الإمام في أثناء التكبير فكبر وابتدأ قراءة الفاتحة فكبر الإمام سقط عنه بقية الفاتحة، كما هو عند في الصلاة إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فيتبعه في الركوع. فكذلك في تكبير في التكبير في صلاة الجنازة. وإن كان قرأ التعوذ فلا بد أن يأتي بالبسملة أو آية من الفاتحة قبل أن يتكبر التكبيرة الثانية، لأنه أدرك من تكبيرة الإمام مقدار يسع آية من الفاتحة فيجب عليه قراءة ذلك. ثم يتابع الإمام في بقية التكبيرات على حسب ترتيب نفسه، وقد رتبوا كما علمنا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجب عندهم، ولا يتعين كونها بعد التكبيرة الأولى. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وهي أيضا واجبة. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو الميت، ويجب أن يكون عندهم بعد التكبيرة الثالثة. وعلمنا أن مذهب الحنفية لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما ثناء على الله ودعاء للميت، وحملوا ما ورد من قراءة الفاتحة على طريق الدعاء، وقالوا أنه يريد به الدعاء والثناء على الحق. وقال غيرهم بل هي كالصلوات لا بد فيها من قراءة الفاتحة. وعلمنا أن الحنفية إذن لم يفرضوا الفاتحة في الصلوات حتى، وإنما قالوا الفرض أن يقرأ، والواجب أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن في أي صلاة صلاها، في كل في الركعة يقرأ ثلاث آيات من القرآن فأكثر. وحملوا عليه قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقال غيرهم بل لابد أن يقرأ الفاتحة في الصلوات المفروضة، وهي عند الشافعية والحنابلة في كل ركعة، فلا تصح ركعة إلا بالفاتحة، سواء الركعة الأولى أو الأخيرة من الرباعية ومن غيرها، فلا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. وهكذا يقول الحنابلة من سبق ببعض صلاة الجنازة
كبر ولا ينتظر الإمام حتى يكبر، انتظار الإمام حتى يكبر يكبر ما عند الحنفية والمالكية، ولم يقول بذلك الحنابلة ولم يقول بذلك الشافعية، في أي وقت أدركهم فيكبر. فتكون له تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة، فإن كبر الإمام قبل أن يكمل الفاتحة سقط عنه الباقي فيكبر معه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فيقول الحنابلة كذلك يكبر حيث أدرك أهل الصلاة، فإذا كبر يتابع الإمام فيما أدركه ويقضي ما فاته إذا سلم الإمام. كذلك لا يجوز له أن يؤخر التكبيرة الثانية حتى يكبر الإمام التي بعدها فتبطل صلاته، فإن منزلة كل تكبيرة كمثل ركعة في الصلوات. وعلمنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على دعائهم للجنائز، ولما قالوا له كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فقال فلا تفعلوا ادعوني لجنائزكم، لرواية ابن ماجة. وفي جاء أيضا في رواية الإمام أحمد بن حنبل لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الصلاة على القبر، الصلاة على القبر عند الشافعية وعند الحنابلة، وكذلك في بعض المسائل عند المالكية، ويقول أنه الحنفية إذا صلي على الجنازة لا يصلى عليها إلا أن لا يكون وليها صلى عليها، فإذا جاء فليصلي عليها الولي، وإن قبرت فيصلي على القبر بخصوص وليها فقط لا سواه، لكن غيره لا تعاد الصلاة عندهم. وفي قول صف بالناس صلى على قبرها احتمال قوي أن يكون دخل فيه الذين قد صلوا عليها فصلوا معه ثاني مرة على الجنازة، لأنه ما استثنى منهم الذي قصهم قد صلوا عليها، خرج بهم وصلى عليها صف بهم صلوا معه مرة أخرى. ففي أيضا دليل على جواز إعادة صلاة الجنازة كغيرها مما يشرع فيه الجماعة يسن إعادته. المعتمد عند الشافعي ولا يستحب ولا يسن إعادة صلاة الجنازة، وقيل يكره، والأمر فيه واسع لأنه ظاهر الحديث أنه خرج بهم فصلوا مرة أخرى وهم قد صلوا عليها قبل أن يقبروها، لما خرج بهم صلوا معه فأمر صف بهم فصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك فالجمهور يقولون بمشروعية القبر على الصلاة، وأشرنا إلى الأوجه عند الشافعية، فعند عند الشافعية أقول أنه إلى ثلاثة أيام، لأنهم يقولون أن صلاة صلى الله عليه وسلم على القبر كان فيما قرب من دفنها فقالوا ثلاثة أيام. في القول الآخر إلى شهر، وعليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيقول يصلى على الجنازة على القبر إلى شهر. والوجه الثالث أنه يصلى عليه إلى سنة، والوجه الرابع المعتمد عند الشافعية أنه يصلي عليه من كان أهلا للصلاة عليه وقت موته فيصلي على قبره، من كان وقت موته وهو
عاقل مسلم جاز له أن يصلي عليه عند على القبر إذا كان من أهل الصلاة عليه في وقت موته. وقيل ما لم يبلى إلى أن يمضي وقت يبلى فيه الميت. وكذلك يقول أصحاب مالك بالجواز على الصلاة على القبر، وخالف ذلك في ذلك من المالكية أشهب وسحنون، وقالوا إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على قبره ولكن فليدعو له فقط. ولكن عامة المالكية يقولون إذا لم يصلي عليه فيمكن أن يصلي على قبره كما قال الشافعية والحنابلة. والذين منعوا من ذلك جعلوا صلاة صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخصوصية لابد لها من دليل، وإنما استدلوا بعموم قوله وأن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم وإن صلاتي عليه له رحمة وما إلى ذلك. ولكن استمطار الرحمة أيضا في تبعيته من جميع المؤمنين يستمطرون الرحمة لموتاهم. وفصل بعضهم من صلي عليه لا يصلى على قبره، ومن لم يصلى عليه فيصلى على قبره. وهكذا علمنا مذهب الحنابلة في أنه إلى شهر، والمذهب الشافعي في عدد من الأوجه، وأصحها عندهم أنه كل من كان أهلا للصلاة عليه وقت موته فيصلي على قبره. ولم يرى ذلك الإمام أبو حنيفة كما أشرنا. وتقدم قول الإمام مالك يقضي ما فاته أي من التكبير على الجنازة بعد سلام الإمام، يقضي ما فاته من ذلك. الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوت بعض، قال يقضي ما فاته من ذلك. وهكذا جاء في بعض كتب الحنابلة من فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك سمعنا قول الحنفية إلا أنهم قالوا من دون دعاء حتى لا ترفع عنه الجنازة، فإذا أمن رفع الجنازة بإبقائها دعا بين التكبيرات. وهكذا لا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء عند الحنفية وعند المالكية، ولكن ينتظر إحدى تكبيرات الإمام فيكبر معه. وقال الشافعية والحنابلة بل يكبر في وهم يدعون، كما إذا جاء يصلي فحيثما أدرك الإمام يكبر ويلحق الإمام فيما هو فيه، فكذلك في صلاة الجنازة يكبر تكبيرة الإحرام ويلحق الإمام، إلا أنه هو يمشي على نسقه وترتيبه. في رواية عن الإمام أحمد مخير أن ينتظر تكبيرة الإمام أو يكبر حيث أدركه، وهو المعتمد عندهم. وهكذا يتكلم عن في هذا الباب ما يقول مصلي على الجنازة على أركان صلاة الجنازة. أركان صلاة الجنازة هي عند الشافعية سبعة، وكذلك يقول الحنابلة. فالأول القيام على القادر، ف
فمن كان يقدر يصلي قائم لا يجوز له أن يصلي الجنازة قاعدا خلاف النوافل، بل يجب أن يقوم. فركنها عندهم أن يصلي قائما وهو إذا كان قادرا، والنية فيها بأن ينوي الصلاة فرض كفاية على هذا الميت أو على فلان ابن فلان أو على من صلى عليه الإمام إذا كان هو ماموما. فإذا غلط في الاسم جاب اسم واحد تاني، فإن كان أشار إليه قال هذا فالإشارة مقدمة على الاسم صحة، وإن لم يشير إليه فالصلاة باطلة، يصلي على غير هذا الميت. والثالث 4 تكبيرات، والرابع قراءة الفاتحة، والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى، ويجوز أن تكون بعد الثانية أو الثالثة. هم يقرأ الفاتحة في أثناء الصلاة، والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية أفضل، والسادس الدعاء للميت، ويجب عندهم أن يكون بعد التكبيرة الثالثة مخصص. فإذا دعا في غيرها فلا. السابع السلام، كذلك يقول الحنابلة، يقول لابد من القيام على القادر وتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد عندهم، من الحنابلة للإمام والمنفرد، وهي مما من صلاة يسر بها، ولو كان صلاها ليلا فيسر في الجنازة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت ولم يعينوا بعد تكبيرة مخصوصة، والسلام، والترتيب للأركان. فعند الحنابلة تتعين القراءة في الأولى بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة. ويجوز أن يكون عندهم أيضا بعد الرابع الدعاء للميت، بعد الثالثة وبعد الرابع. وهذه أركان صلاة الجنازة. قال الحنفية ما يلا ركن القيام والتكبيرات 4 تكبيرات وقيام، هذا الواجب عندهم، ولم يجيبوا فاتحة ولا غيرها، وإنما استحبوا الدعاء الثناء على الحق والدعاء للميت. فهكذا جاءت المذاهب. وذكر لنا سؤال أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل كيف تصلي على الجنازة، فقال أنا لعمر الله أخبرك. العمر والعمر المراد بالحياة، فهو قسم لعمر الله، يعني أحلف ببقاء الله معنا. ولعمر الله، وقال الشافعي إذا نوى الحلف وقع حلف، وغيرهم هو حلف. وقال الإمام مالك لا يعجبني الحالف بذلك عمر الله. وحلف الحق تعالى بعمر النبي محمد بعمره بحياته، فقال لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال لهم أخبرك أتبعها من لا، يعني أسير معها، فإذا وضعت كبرت تكبيرة الإحرام الافتتاح، وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أخذوا الحنفية معنى حمد الله بعد التكبيرة الأولى وصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية،
ثم أدعو، قالوا يعني بعد التكبيرة الثالثة. فهذا هو المستحب عند الحنفية، والمعنى عند غيره فكبرت يعني كبرت أربع تكبيرات، وفي أثناء هذه التكبيرات أحمدت الله وصليت على النبي، وذكر صيغة من صيغ الدعاء للميت، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني استعطاف واسترحام من الحق سبحانه وتعالى لهذا الميت بيني. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، يعني وأنت عظمت هذه الشهادة وعدت أصحابها بالجنة، هذا الرجل كنا نعهده يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، هو عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في استعطاف الحق له، وأنت أعلم به من أنت أعلم بهم لا إله إلا الله، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، يعني ضاعف له الأجور، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته عفو عنها وسامحه فيها، إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم لا تحرمنا أجره، على الأفصح وفي الوقت تحرمنا والأفصح لا تحرمنا أجره، لأنه ثلاثي حرماء، وإنما يقال أحرم بحج وبعمر أحرم يحرمون، لا تحرمنا أجره، يعني أجر الصلاة عليه وشهود جنازته، ما وعدت من الثواب على الصبر على المصيبة والرضا بقضاك، لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، لا تجعلنا مفتونين بعده، بل معتبرين بموته، مستعدين للقاء، متهيئين للوفاة، لا إله إلا الله. وهكذا كما نقل عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، يعني الطفل عادة، رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ، فسمعته يعني أبا هريرة يقول بدعائه، اللهم أعذه من عذاب القبر، وهذا يرجح قول من قال أن الأطفال يسألون في قبوره، ويروى تلقينه صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم وهو طفل، مات وهو طفل ابن أشهر، وهكذا عند الشافعي أيضا لا بد من الدعاء ولو كان طفلا، لا بد من الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، ولذا قال لا يكفي الاقتصار على قول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل بموازنهما وفرا صبر على قلوبهما، وهذا دعاء لأبويه، وين دعاء الميت؟ ماشي من الميت، انت دعيت الأبو والأم وين هو؟ فلا بد من ان تبدا قبل ان تقول اللهم اجعله فرطا، تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعله فرطا لابويه، فيستغفر له ولو كان طفلا لم يكتب عليه ذنب، وكذلك يقول المالكيه استحباب الاستغفار للطفل والصبي وهو واجب عند الشافعيه، فتقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعله فرطا، يعني سابق مهيئ للمصالح، فرط سلفا متقدما عليهم أيضا وذخرا بشفاعته عندك لهم وعظة واعتبارا وشفيعا، وفر حظهم من مما تجعل من شفاعة الأطفال لآبائهم وأمهاتهم، وثقل به موازينهما، وأفر الصبر على قلوبهما، ولا تحرمهما أجرا ولا تفتنهما بعده، فهذا دعاء للأبوين، فيزيده بعد أن يقول اللهم اغفر له وارحمه،
الله لا يغفر. وفيه أن كل أحد أذنب ولم يذنب معصوم أو غير معصوم محتاج إلى الاستغفار، ويجب على كل المخلوقين وكيفين يستغفروا ربهم، فإنه لا يقوم بحق الله أحد، لا يستطيع الجمع. لا إله إلا هو. نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا والدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال الله لسيد المعصومين الأطهار: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ شيئا يعني من القرآن في الصلاة على الجنازة، وهذا الذي قاله قال به الحنفية. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى أفضل، وواجب عند الحنابلة أنه بعد الأولى، وعند الشافعية بعد الأولى سنة، ولكن واجب قراءته بعد أي تكبيرة. فأما المالكية والحنفية فلم يروا القراءة في صلاة الجنازة. جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة، وقبور أبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصحابنا، وجعل لنا العزمة من سوء الخاتمة، وجعل لنا العزمة من كل بلية، وغفر لنا جميع الذنوب، وستر لنا جميع العيوب، وكشف عنا وعن الأمة جميع الكروب، وأصلح لنا القواليب والقلوب، وأختم لنا بأكمل الحسنى، وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم إنا